الموديل الأكثر مبيعاً على جروبي بكل الألوان عملته، وكنت الأول بعمله كبير وبعد كده بدأت أصغر حجمه. دي البطرونات بتاعتنا، إما مربع على شكل مربع كده يا إما مدور. دي أنا عاملاها بالفنجان، ودي عاملاها بالمسطرة. وده شكلهم بعد ما يتجفلوا، ودي شكل المدورة. عملت من الاثنين وعلى حسب زوج الزبونة بعمل الموديل. تمام. دول حجم صغير. كان في كمان حجم أصغر من كده، كان الفيونكة صغيرة بعد ما بتتجفل بتكون قد كده. الدايرة بتاعتها كانت نونو أصغر من دي بكتير، فكان عملته بقى مع ستان 2 سنتي. ده بقى هعمله مع ستان 4 سنتي، فيونكة عادية من ستان 4 سنتي. انت اللي هتختاري الحجم، مش انا اللي هختار حجمها، عشان بس ما حدش يقول لي استخدمت ستان قد ايه. انا هقول لكم برضو ستان قد ايه، بس يعني انا اللي هختار الحجم على حسب شعر الطفله. انا بختار حجم الاستيك، حجم الفيونكه نفسها وحجم الاستيك برضو. يعني احنا برضو بنختار الاستيك صغير او كبير على اساس هذه المعلومات اللي الزبونه هي اللي بتقول عليها، انت اللي بتطلبها منها. بصوا دي فيونكه، تمام. عاجز لكم برضو طولها، مش هيخسر معانا. دي 33، تقدري تطولي كمان شوية. انا هطول كمان شوية، خليها يعني 37 مثلا. تمام. وهعمل فيونكة عادية خالص. نقدر نستخدم لون كافيار او جلد كافيار او اي جلد عندك مناسب مع لون الستان او مش مناسب، على فكرة براحتك خالص. هعمل فيونكة عادية. اهي اظبط الفيونكة بس تبقى كلها مظبوطة اهو كده. اهي انا عايزاها مرفوشة زي ما قلت لكم قبل كده، منفوشة اهي. فهسيبها بالشكل ده. لو عايزاها مبططة هبططها قبل ما تنيها، انا عايزاها منفوشة. ده شكل. تمام. اقفل بقى بالخيط. دي كده مبططة. انا بقى لو عايزاها منفوشة يعني هيبقى شكلها شكل تاني، بس خليها احسن مبططة عشان ما تغطيش على جمال الجلد نفسه. تمام. هنقفل بالخيط كويس جدا عشان ما تتفكش. تمام كده. نيجي بعد كده بقى الرسم البطرون، نفس طريقة رسم البطرون العادية. البطرون ده انا رسمها بالفنجان عادي. تمام. هعمل لكم ان شاء الله فيديو رسم بطرونات من غير طبعة او كده. اهو ديت الفيونكة، نحطها على استك، نحطها على فليبس، نعملهم 2 قصاد بعض. ممكن نعملها اصغر من كده، تعال نعملها اصغر من كده. اهي بصوا صغرت خلاص ازاي. تعالي اتني كده اهي. وده هو المقاس اللي انا عملته فعلا. تعال نقيس طولها كده. هو ده المقاس الصح يا جماعه. فكوكم من دي كبيره شويتين. لو اتعملت هتبقى غاليه. خلينا احسن نعمل المقاس ده 32 زي ما قلت اول مره. انا بس هقصها الاول عشان المقاس يظبط معايا. دي خليها هنعمل عليها الفيونكه دي عادي، بس يعني خليها للحد شعره اكبر. تمام. انما ديت اهي هلفها بقى عادي اهي اهي، منسيبش نمسك اهي، وديت فوقيهم. اظبط بقى بكلهم طول بعض وهنبني. عايزه تعمليها بستان 2 سنتي، تمام. عايزه تعملي شكل فيونكه مختلف عن دي، تمام. صراحه انا كنت بعملها بالشكل ده وكانت جميله جدا. ديت الفيونكه. تعالوا بقى نعمل البطرون. انا هعمل بطرون الدايره عشان بحسه احلى واجمل. تمام. ادي الفيونكة. هنعمل بقى 2 قصاد بعض دي زعارير، وهعمل بقى البطرون العادي، هرسمه عادي خالص. بس طبعا زي ما اتفقنا ان احنا نحاول نوفر في الجلد على قد ما نقدر. نيجي على الاطراف كده، ولو نقدر مثلا ديت كده اهي، وهنرسم بالقلم البطرون. ارسموا وارجع لكم.
تقدري تاخدي سكرين للباترون ده وتكبري وتصغري، يعني تاخدي سكرين ايه وتبدأي تكبري او تصغري زي ما انت عايزة المقاس وترسميه، وتعرفي كمان المقاس على اساس حجم ايدي. يعني بص انا ماسكاه في ايدي اهو، بعد ما اقصه ثواني هقصه لكم. ناخد بالنا برضو واحنا بنقص التفاصيل تظهر معانا، ونحاول ان احنا واحنا بنقص يكون القصة نفسها مستقيمة، ما يكونش فيه اي اعوجاج. يعني انتي بالراحة كده المقصي معاكي، على فكرة بالممارسة هتتعلمي، يعني مش اول مرة الشغل ده نفع معايا، والناس اللي شغالة في حضانة والناس اللي مدرسات في الحضانة عارفين الشغل ده بيجي بالممارسة وبيطلع بيرفكت في الاخر لما تتعلمي وتعملي كذا غلطة وتعملي كذا مرة. الموديل ده حجم الباترون بالنسبة لايدي، تمام كده. انا مش هحط جوخ بقى في خلفيه البتاع ان هي جلد تقيله. وكمان انا بعمل ايه؟ بدل ما انا حاطه فيونكه جي فيونكه ستان وفوقيها الفيونكه بتاعتنا الجلد، تمام؟ ناخد في اعتبار ان انا مش لازم اخلي الفيونكه ديت هي كمان جوخ من تحت، مش لازم نحط طبقه جوخ، تمام؟ لان هي ديت هتعمل عمل ان هي ما تخليهاش تتبطط، تمام؟ تعالوا بقى نكفلها. حطيت شمع ياما انا. مش مشكله، تقدري تطوليها تطوليها وتقصريها براحتك. ممكن تشدي دي كده، تحطي ديت برضو تشديها كده، هتطلع معاكي حجم اطول حجم اكبر. انما انا هحطهم فوق بعض عشان اتاكد ان هي ما تتفكش تاني من الطفله. لو هتعملي الحركه اللي انا لسه عاملاها دلوقتي ديت اللي هي كده، هنحط بيه 7000 مع الخطوه دي، تمام؟ عشان بس تبقوا عارفين انا عاملها بالطول ده، لان انا بحبها تكون جامده وماسكه نفسها فوق بعضها كده، وهحطها فوق الفيونك. الموديل ده تحفه تحفه تحفه. كنت الاول بعمل مقاس كبير، وبعد كده لما اكتشفت ان الجلد غالي بقيت بعمل مقاس صغير. مش هحط شمع كتير لان كده كده هيتفك، الا من المنتصف طبعا، مش هيتفك من المنتصف. فايه فكده كده بيتفك من العيلة اصلا. عايزه بس ادور الاول على وشها. اه بصوا في خطا انا اخطاته، انا ما ظبطتش الشكل النهائي، ان انا المفروض كنت خليت دي لورا شويه عشان يعني مش قدام قوي عشان ما تبانش من ورا. اهي كده هي مش باينه، كده هي مش باينه اهي، لان انا كنت عاملاها الاول كده فالابيض الخلفيه اللي تحت بانت. لا احنا عايزينها ورا كده عشان ما تبقاش باين. وهنقفل نكمل على هذا المنول، نعمل بقى 2 قصاد بعض. كنت ببيع الاثنين على 15، الاول كنت ببيعها ب 12، كنت تسعيرت تسعيره غلط. بعد كده بدات ابيعها على 15 عشان كنت بستخدم مضلع، تمام؟ على حسب برضه نوع الجلد، يعني ممكن تتباع على 12 لو الستان دبل فيس والجلد كريستال. يعني مش لازم، بصوا مش لازم زي ما احنا بنستخدم مضلع، تمام؟ عشان بس انا جاي لكم قبل كده ان زبايني متعودين على المضلع والكلام ده، فمش لازم زي ما انا بستخدم. هعملها معاكم على استك، تمام؟ و الاول بس ناكد ان مفيش اي حاجات كده، تمام؟ عشان بس يبقى الشغل نظيف. يستحسن الاستيك نخيطه في الستاء في الفيونكه، يا اما بقى نعمل الخطوه بتاعه الجوخ. كده كده لازم نعملها طبعا، اللي انا متعلماها من زمايلي عاملينها بالجوخ، بتتقفل الاول بالجوخ وبعد كده بالجلد من النص، تمام كده؟ عشان بس النقطه ديت انا لسه متعلماها من زمايلي، من ساره سعيد ومن شيماء منصور اهو كده. اللي بعده طيب، هي غلبتني من هنا، فانا هنيجي فاتحه دي كده وهحط جوخ هنا، شمع قصدي، وشد بقى كده. هي ثبتت معايا من الجنب ان شاء الله، كده مش هتتفك. تعالوا بقى نلزق. انا بديكوا تركات، انا ممكن كنت عديتها كده وخلاص، انا بديكوا تركات عشان الناس اللي بتحب شغلها متقن، عشان في زباين بتثبت عندك قوي وبتكمل معاكي بسبب شغلك المتقن، مش بسبب شغلك حلو بس، في ناس بتدور على الحاجة المتقنة كمان. يلا بقى نقفلها من النص، من نص جلد عادي، نعمل حاجة واحدة طويلة كده جلد، بس انا عايزاها عريضة. انا عملتها رفيع هنا، لا انا عايزاها عريضة شوية عشان الجوخ اللي انا حطاه يتدارى، تمام كده؟ وكمان عايزاها طويلة عشان انا هقفلها من ورا كمان. كنت عاملاها ستان وبعد كده بدأت ان انا احط جوخ، احط جلد. يلا بينا. هيت
ونقفل من ورا عادي. بس انا بقى ايه هضيف حاجه، ان انا هلزق من الجوانب كمان، لان الاستيك دايما بيتفك من البناء، فهلزق من الجوانب وهضغط واشد. تمام كده اهو، كده انا بشد ديت وبلزق من الجنب كده، هي اتلزقت. يلا نكمل. وطبعا من ورا بالجوخ لونه موف، لو في لو ما فيش يبقى لونه ابيض عادي براحتكم، او على ايه على اسود او بامبي او كده. بس كده زيادة، بس انا بحط هنا نقطة شمع وهنا نقطة شمع، ويحبذ لو بي 7000 عشان العيال بتفك الاساتك، مش عارفة بتعمل ايه في الاساتك، والله مش عارفة البنات بتعمل ايه في التوك. حط هنا نقطة بي 7000 من ورا، ولما نيجي نضغط هنضغط من ورا. بصوا بقى عشان ما يوسخش الدنيا، حطي دي كده، هتغطيه بدي كده من غير ما اضغط كله على بعضه، عشان ايه لو انا ضغطت كله على بعضه البي 7000 هيبان هنا، لا انا عايزاه بس من هنا. فاحط ايدي كده واضغط، مش لاقي عيل تدخل ايدي من، واضغط من هنا، مش عايزين الخطوه دي بلاش. بصوا كده كده دول كده ثبتوا مع بعض. عايزه تحط شمع زياده تاكيد، الشمع يثبتها لي زي ما قلت لكم قبل كده، اهو كده الشمع يثبتها لي، ومن قدام نظيفه مفيش اي بي 7000. الناحيه الثانيه نفس النقطه، بصوا هنا طالعه لي اهي، لا انا عايزاها تدخل كده. هلزق الخطوة ديت بالبي 7000، وحط بي 7000 ونقطة شمع، الشمع برضو يثبت لي الحاجة، مش هيلزق هو كده كده هيتفك، بس الشمع هيثبت لي الحاجة لحد ما البي 7000 ينشف. فهمتوا قصدي؟ اهيات. وهذا هو الاستيك الاكثر مبيعا عندي في الجروب، نكفي البي 7000 عشان بينشف على طول. الاستيك الاكثر مبيعا، بصوا بقى كنت بعمل دي ذهبي 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 ودي سكري، كنت بعمل دي حمراء وديت مثلا بطيخي، او اسود ابيض وفضي، ابيض وده ابيض وابيض ابيض، واللي ده كمان ابيض. بس احلى لون بجد ينفع مع الابيض، لو الستان ابيض احلى لون ينفع معاه هو الفض، ايا كان هو الموديل اللي انت هتعمليه. طبعا نقفل من ورا بالجوخ. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك. باي.